دلوقتي الدكتور زغلول ان شاء الله هيقدم لنا المحاضرة بتاعته. طبعا الدكتور زغلول برضو very well known figure، يعني متهيألي ما حدش بيذكر تركيب اساطر خصوصا ال difficult cases غير لما اكيد هيجي في باله الدكتور زغلول على طول. دكتور زغلول our nephrology consultant، دمنهور medical national institute، والنهارده هيقول لنا محاضرة عن السنترال فينس كاثيتر كيس بيس ديسكشن، وإن شاء الله برضو تكون مفيدة للجميع، والديسكشن برضو تبقى مفتوحة والكل يستفيد بإذن الله. دكتور زغلول إن شاء اتفضل الله. حضرتك. الله يخليك. السلام عليكم. في البداية بشكر الدكتورة فتيدة وأشكر كل الدكتورة حافظ وأعضاء الجمعية على إتاحة الفرصة إن إحنا يعني نلتقي مع بعض برغم الإيرا اللي إحنا عايشينها، الإيرا الكوفيد. النهاردة إن شاء الله يعني موضوع تركيب الأساطر ده، يعني حضراتكم عارفين إن إحنا الدايليما اللي إحنا بنعيشها شوية كل الوحدات، في وحدات ما فيهاش فاسيلتيز لتركيب الاساطر، في وحدات بيكون النفرولوجيست بيروح ما بيلاقيش حد اكبر منه. هنحاول ان انا النهارده ان شاء الله يعني ندي حاجات بيوند الجايد لاينز اللي هي البيزك سكيلز، وماي تارجت اللي هو اليانج نفرولوجيست اللي هم بيركبوا اساطر. هنبدا ان شاء الله. بشكر الدكتور كريم على الاورجنايزيشن، وبشكر الدكتور معتز على المحاضره الرائعه اللي قطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. At the start of my presentation, this is the founder of Interventional Nephrology Chapter. And we conducted a lot of workshops, maybe up to 10 workshops all over Egypt, mainly in Mansoura, Damanhour, Asyut, Elmenia, Sohag, Luxor, and a lot of areas in Egypt. I hope it will be beneficial also in the future, inshallah. I dedicate and forward this presentation to the soul of Professor Hussein Shaish as a founder of this fantastic group for early for education of nephrologists all over Egypt and our Arab countries. From my presentation, I wanted to forward from the dilemma of guidelines to the best practice. To the best practice, I mean implementation of the guidelines. برضو هيكون في brainstorming cases. الهدف بتاعها مش إن إحنا إن إحنا نخلي الناس تقول رأي صح. إحنا عايزين كل واحد يفكر، حتى لو مش هيكتب في الشات يفكر في الحالة إنها تتحل إزاي. وغير كده كمان إن إحنا يعني مش شرط إن إحنا نعملها، على الأقل نبقى عارفين إزاي نوجه العيان بتاعنا. في طبعا بشكر كل الناس في دمنهور في وحدة الانترفينشن نفرولوجي عندنا، وكل الصور اللي هتظهر لمرضى أو أي مارك دي طبعا متاخد عليها كونسنت من البيشنت قبل ما يتصور. ودي صورة من الانترفينشن نيفرولوجي سويت عندنا في دمنهور. طبعا احنا ما عندناش الا غير الترا ساوند اللي احنا بنشتغل بيه وبنلعب بيه كل الشغل ده. الحاجة التانية لما بيبقى معانا حالات ديفيكولت اكسس بنفورورد للانترفينشن راديولوجي في اسكندرية. ده التيم طبعا قبل الكورونا، ودي صورة من قدام الوحدة عندنا الانترفينشن نيفرولوجي سويت. At the start, it is a must to adhere to the infection control measures. To wear full PPEs, infection control inside the operator room. Don't insert central lines and Bermicase in the ward on the bedside area of the dialysis and so on. It is a major operative process. زي ما احنا عارفين الاند ستيج رينال ديزيز طبعا ليه موداليتيز كتير في التريتمنت، اولها ان احنا ممكن بليتيف تريتمنت لسيرتن بوبيوليشنز، ثاني حاجه الموست يعني بريفرابل كدني ترانسبلانتيشن زي ما ممكن بيروتونيال دياليسيز او هيمو دياليسيز. وفي نفس الوقت بنلاقي ان العيان ثرو دياليسيز هيستوري بيمر على كل المراحل دي، فاللي هو بيغسل بريتوني ممكن في مشاكل هيغسل هيمو، والهيمو هيحب ان هو في وقت من الاوقات يغسل بروتونيال داياليسيس، والاثنين في نفس الوقت عندهم الاوبشن ان هم يعملوا كيدني ترانسبلانتيشن. طيب اللي هو بيبقى كيدني ترانسبلانتد بيجي له وقت وبيفيل، ما بيعيش بالكيدني على طول،
وفي الاخر بيحتاج بيريتونيال داياليسيس زي هيمو داياليسيس لحد ما يعمل ترانسبلانتيشن تاني. طبعا احنا عارفين مشاكل بيريتونيال داياليسيس ان هو الكوست بتاعته والحاجات دي مش موجوده عندنا حاليا في مصر. الترانسبلانتيشن والمشاكل بتاعتها برغم ان في عدد كتير بيزرع في مصر، بس احنا بنتكلم فوق ال 100 مليون، ما هوش اوبشن لكل الناس. ماشي، هيبقى قدامنا الداياليسيس، واحنا عارفين ان احنا عشان تو جيت اديكويت داياليسيس ات از ا ماست to have adequate vascular access. دي التايبز اللي احنا عارفينها طبعا بالفاسكولار اكسس الارتيريو فينوس فيستولا، ودي احسن حاجه الارتيريو فينوس جرافت والسنترال فينوس كاسترز. واحنا هنتكلم سنترال فينوس كاسترز يعني كافد كاستر يعني برميكاس. الاجنده هنتكلم على الجايد لاينز، هنشوف الجايد لاينز بتقول ايه، ونتكلم على البيشنت اديوكيشن، وهنتكلم على بيرلز اند بيت فولز في الكاستر انسيرشن، وهاو تو مينيمايز كومبليكيشنز سب اوبتيمال فلور اللي هو المال فانكشن، والريجستري ازاي نعمل ريجستري للاساطر بتاعتها. فلو الوقت زاد شويه ممكن يعني اعذروني يعني. فاول حاجه زي ما احنا عارفين ان على حسب الجايد لاينز الكيدوكي جايد لاينز ان اي بيشنت معاه بروجريسيف كيدني ديزيز او جي اف ار بتاعه من 15 ل 20 اتز ا ماست تو هاف اندفيدواليزد اند ستيج كيدني ديزيز لايف بلان، وبيتعمل له طبعا ريجولار ريفيو ابديت ودوكيومنتيشن في كل فيزيت، بحيث ان احنا في الانيوال ريفيو، ولو هو بروجريسيف اكتر على حسب الميتنج بتاعتنا. ودي طبعا بتتم عن طريق مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش، يعني الموضوع مش نفرولوجيست لوحده او البيشنت، احنا معانا الراديولوجيست عشان الفينوس مابينج والامور دي كلها، ومعانا الفاسكولار سيرجن. حسب الجايد لاينز احنا عارفين ان احنا الفيستولا المفروض it is a must to be created at least 6 months before the anticipated date of starting hemodialysis. لو احنا في مشاكل في الفيستولا او العيان كم ليت شويه، ممكن نفكر ان احنا نعمل له جرافت. الجرافت من 3 ل 6 اسابيع، وفي كمان الايرلي كانيوليشن جرافت ممكن في نفس اليوم او في خلال الاسبوع الاولاني ممكن يتعمل كانيوليشن منها، اللي هي الايرلي كانيوليشن جرافت. طيب لو انا عندي اوبشن البي دي، البي دي يعني ممكن انف 2 ويكس ان احنا نعمل انسيرشن للكاستر ويهيل التانل عشان نافويد ليكج من البريتونيال كافيتي من التانل من البريتونيال فلو. ده طبعا دايما بحطها في كل البرزنتيشن معايا، اول الجي اف ار ما يوصل 30 اتز ا ماست تو انفورم البيشنت ان هو ده يعني جوينج تو ذا اند ستيج رينال ديزيز، نعرفه الموداليتيز بتاعه الاند ستيج رينال ديزيز تريتمنت، الموداليتيز اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي، ونبريزيرف الارم فينز. اول ما بيوصل الجي اف ار 20 ام ال بير من دي طبعا اتز ا تايم تو كرييت ارتيريو فينوس فيستول، خاصه لو البيشنت هاف ا بروجريسيف كيدني ديزيز. ودايما زي الجايد لاينز ما بتقول سيف ذا نون دوميننت ار، هنشوف اذا كان هو رايت هاند يبقى الفيستولا هتبقى كرييتد في الليفت هاند. اول الجي اف ار ما بيوصل 30 ما بنقيس بلاد بريشر، ما بنديش اي في فلويدز او نسحب بلاد سامبلز، وبنقول ان احنا الدورسم اوف ذا هاند از ذا سوتابل سايت فور بلاد سامبلينج اند سو اون. طبعا كلنا عارفين ان الانترنال جاجولار كاسترز دي ابروتش هو ده الموست بريفرابل ابروتش، والادفانتج الوحيده للسنترال فينوس كاسترز انها ريدي فور يوز. لو في عيان لسه ما فيش وقت او فاسيلتيز ان انا نعمله فيستولا او جرافت او بي دي مش افيلابل عندي، فهو البيست اوبشن ان انا اركب سنترال فينوس لاين ونعمل له دياليسيس. والديس ادفانتج ان هي هاي ريسك اوف انفكشن ثرومبوزس انكريزد مورتاليتي اند سو اون. وطبعا على حسب الجايد لاينز ما بتقول ان المفروض اي واحد الدياليسيس بتدخل فيها المفروض يكون اقل من 10% من البيشنت بيغسلوا في اساطر. في امريكا كمان في اكثر من 60% بيبداوا دياليسيس بسنترال فينوس كاسترز، والمفروض ان في 20% من البيشنت اصلا في تاريخ الدياليسيس هيستوري بتاعهم ان هم بايه؟ ان هم بيحتاجوا تركيب قسطره. كان كده ان كل المرضى لازم المفروض اي دكتور او اي حد شغال في الكانفرولوجيست لازم يكون اوير بالكاستر تايبس، الكاستر اوبشنز بتاعه اللوكيشن والابروتشز، وهاو تو مانج كومبليكيشن ولاين سيبسيس والحاجات. طيب هنتكلم تانل ديفيرسس نان تانل كاستر، هتركب قسطره عاديه ولا هتركب قسطره مستديمه؟
طبعا دي هنوريكم عاملين ديت استادي نشره البرسنتج اوف فلاي ريليتد سيبسيس لميت ل 1000 كاستر دي. اول حاجه ان التانل هيموداياليسيس كاستر كان البرسنتج اوف لاين ريليتد سيبسيس 2.9% في ال 1000 كاستر دي، زادت طبعا ل 15% في النان كافد انترنال جاجولار، ولو نزلنا فيمورال كمان فيمورال نان كافد كاستر بتزيد 20%. فمعنى كده ان احنا لو ركبنا من الاول تانل انترنال جاجولار كاستر العيان هيركب بيها لحد ما يعمل بيرمننت فاسكولار اكسس سواء فيستولا او جرافت، ونبقى عملنا يعني قللنا الريت اوف انفكشن عندي. الاونلي انديكيشنز للنون تانل كاسترز ان احنا يكون في كونترا انديكيشن ان احنا نركب قسطره مستديمه، ان احنا يكون البي دي كاستر نوت ان بليس، هو ركب بي دي كاستر بس القسطره لسه باقي لها اسبوع او اتنين وتشتغل. حاجات الاكيوت كيدني انجري اللي هي رابيد ريكفري زي الاوبستراكتيف يوروباس، الحاجات دي كلها بيشنت ريكويرنج داياليسيز وزن عنده بلاد ستريم انفكشن او عنده كواجيلوباسي مش هينفع نعمل له حاجه تانية، والناس اللي محتاجين ارجنت هيمو داياليسيز او معاه سيفير ثرومبوسايتوبينيا. طبعا لو ركبنا قسطره، انا مش بتكلم على اللي بيحصل، انا بتكلم على المفروض اللي هو يتم. لو احنا ركبنا قسطره عاديه المفروض يعني اتليست تكون 4-1 week، لان احنا من بعد الاسبوع الثاني بيحصل زياده في الريت اوف انفكشن. ولو احنا هنركبها اكتر من اسبوع المفروض ان احنا نعمل بلان ان احنا نركب تانل ديكاستر. ولو احنا هنركبها قسطره نان تانل ديكاستر الاوبشن اللي عندنا اللوكيشن انترنال جاجولار او فيمورال ابروتش. ولو انا هركب فيمورال، الفيمورال ده يبقى في البيت باوند بيشنت اللي هو ادميتد في المستشفى، يعني ما ينفعش ان احنا نخرج حد من المستشفى بقسطره فيمورال. طبعا ده بيحصل في اماكن كتير وخاصه عندنا في الجاش اوف كيسز. اهم حاجه يعني قبل ما نبدا الكلينيكال تيبس والحاجات دي بتاعتنا، اهم حاجه البيشنت اديوكيشن عن الفاسكولار اكسس. لازم المريض يبقى اوير، مش مجرد ان انا اركب له قسطره وتشالنجنج وكويسه، بس لازم نشوف الاوبشن بتاعه نعمل له فاسكولار اكسس بلان ونريفير المريض للمكان الصح والدكتور الصح اللي هو ايده كويسه في العمليه. ولو هو مش افيلابل عندي نعرضه في مكان تاني. واهم حاجه في البريفنشن حضراتكم زي ما احنا عارفين ان احنا اصلا ما يدخلش فينا الفيلير، نديلي البروجريشن، ان احنا نشوف البيشنت ونحاول ان احنا نديلي البروجريشن لاند ستيج رينال ديزيز. ده بروشور عندنا احنا عاملينه في دمنهور عن قسطره الغسيل الكلوي. القسطره طبعا احنا دي في كل حاجه، ايه هي القسطره وبندي للمريض انواع القساطر ايه وطريقه تركيب القساطر وايه المضاعفات اللي المريض ممكن تحصل له، والاجراءات بتاعه التامين ونفقه الدوله لو هو هياخد شاور ومركب القسطره لو ظهر دم عليها. الامور دي كلها بنبدا ايه ان احنا بنديله البروشور ده. وغير كده في جزء ده ستيكر ممكن ياخده يحطه في المكان بتاعه في للتمريض، يبقى موجود هناك التعليمات الخاصه بالتمريض والفريق الطبي ازاي يعتنوا بالقسطره وازاي يعملوا دريسنج عليها وازاي يعمل كاستر لوك ليها. الامور دي كلها برضو كاستيكر ممكن ابعتها للدكتور كريم ويبعتها لحضراتكم تتلزق في الوحدات، وعشان نقلل الريت اوف انفكشن. وامتى الممرضه وهي بتكشف على القسطره اثناء الدياليسيس لو في رعشه، في ارتفاع في الحراره، في لاين سيبسيس، في مال فانكشن، بتبلغ الدكتور في الحال. دي الجزء الاداري. وبنكتب طريقه تمرير القسطره لان احنا القساطر المستديمه في قساطر 24 سنتي ليها برايم فوليوم اللي هي التمرير بتاعها مثلا بيبقى في حدود سنتي ونص وسنتي ونص في الاحمر والازرق. طيب لو قسطره 55 برضو بيبقى لها احنا بنحط 5 و5. فلو انا ما كتبتش للدكتور او التمريض اللي هيمرر هو مش عارف اللينس بتاعها كام، فبالتالي هيحط في اللي هي تاخد كاستر لوك 5 سنتي هيحط فيها 2 سنتي هتجيب لي بكلوت المره اللي جايه ونان فانكشن. فدي لازم مهمه، اي حد يركب قسطره لازم يكتب للتمريض للمكان اللي هو رايح له البرايم فوليوم ازاي وازاي يعمل كاستر له. طيب ندخل بسرعه على حاجات كده ايه احنا فيرست دو نو هارم، احنا بنركب قسطره عشان ننقذ مريض. اهم حاجه لازم انفورمد كونسنت، فاسكولار اكسس هيستوري، كلينيكال اكزامينشن، نعمل له فاسكولار اكسس بلان فور لايف،
بري بروسيدور لاب ورك اب، لان انا ممكن نركب يحصل بليدنج تندنس، ندخل في مشاكل وهيماتوما وحالات احنا شفناها حصلت هيماتوما، المريض احتاج ان هو يتعمل له، خاصه لو انا جبت ارتري وتعمل له انتيوبيشن، فما يبقاش انا بنعمل سيمبل مانوفر ندخل في مشكله كبيره. سيبتك سكرين حالات بنركب والعيان عنده انفكشن ممكن يدخل في اندوكاردايتس. الارجنت بيشنت نوت فور تريننج، لو انا جاي لمريض محتاج ارجنت دياليسيس ده البيست هاند هو اللي يركبه. انا دخلت ركبت بلايند ثلاثه ترايل ما جبتش الفين، لازم نعسك هيل والتمبوري كاستر في الارجنت سيتويشن. ما ينفعش واحد عنده ميتابوليك اسيدوزيس ويوريميا وفوليوم اوفرلود ونوديه يركب قسطره مستديمه، هنقول لا ده الصح؟ لا طبعا. الكاف دي كاستر طبعا انسيرشن دي از ا ميجور اوبراتيف بروسيدر. احنا الايم بتاعنا من القساطر ان احنا هاي فينوس بلاد فلو فروم ا سنترال فين ات ليست كومبليكيشن وذ بيرنس مانوف. وما ننساش ان القسطره دي اول اي مريض بيبقى داخل يعمل دياليسيس غصب عنه، فلو احنا دلوقتي ركبنا له قسطره بطريقه بينفول وفيها كومبليكيشن هيكره الدياليسيس. لو احنا ركبنا له الامور عدت سموث و good symbiosis with the patient, he will deal with the dialysis well and good. عشان نقلل زي الدكتور معتز ما قال لنا ان احنا برضو لازم نعمل انستيزيا كويس في الابيديرمس اوف ذا سكين. زي ما احنا شايفين ما نقعدش ندي الزيلوكين في كل الاتجاهات، احنا هنديه في مكان واحد اللي هو سناب اللي احنا بندخل في اتجاه الفين زي ما احنا شايفين. وطبعا ممكن اركب قسطره وما يحسش، بس هنيجي نعمل نثبت القسطره الهب بتاعتها في السكين، هنلاقي انا ما عطيتش فيه مكان زيلوكين ماشي، فهتلاقي العيان يصوت ويبقى فيه مشكله كبيره مع الحركه بعد كده. فلازم نعمل حسابي على مكان ايه تثبيت القساطر. طبعا الالم كله السنسوري بين سنسيشن كله في الابيديرمس، فلازم يبقى زي الدكتور معتز ما ورانا من شويه، لازم يبقى في زيلوكين ويل في الابيديرمس، ما ينفعش نحط الزيلو كله سبكوتينيوس. سبكوتينيوس ده ما فيش بين سنسيشن، فلازم يبقى فين في المكان بتاعه الصح في الزيلوكين ويل في الابيديرمس. الجولد ستاندرد بتاعي عشان نركب قسطره دي طبعا الجايد واير المفروض يبقى ستريتشد وانا بنركب اتب. الجولد ستاندرد بتاعي ان انا نركب بالالترا ساوند، سواء اذا كان لينير او كروس ابروتش، وبنستخدم لينير برو. فهي الفكره ان انا لو ما عنديش، يعني مش هينفع المجال النهارده ان انا اشرح الالترا ساوند بين اكسس ازاي، فهنحاول ان انا لاند مارك للناس اللي هم ايه. لو انا هدخل بلايند في عندنا هناخد اثنين لاين. لو انا هركب انترنال جاكولار ابروتش في الثايرويد تحته الكريكويد كارتليج في الليفل ده، لاترال للبلسيشنز في النقطة دي كده بالظبط، المفروض إن أنا لو دخلت بلايند هنلاقي الفين هنا. لو إحنا شفنا كده دي قسطرة متركبة هنلاقي نفس الوضع كده. فيبقى أنا لو ما عنديش دوبلر ألترا ساوند أو في الإي آر وعايز أركب قسطرة بسرعة، الليفل بتاعي سواء الرقبة طويلة أو قصيرة هندخل في عند الكريكويد كارتليج لاترال للبلسيشن انسايد ذا ستيرنوماستويد ترانك، هندخل كده هنلاقيها كده. دي شورت نيك ما فرقتش معانا بلايند، ودي لونج نيك برضو ما فرقتش معانا زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما ننساش ان انا قبل ما اركب خالص سواء الترا ساوند جايد ولا بلايند لازم نعمل برايم للقسطره، لان احيانا ممكن يكون في ديفكت في الكاستر، يكون فيها شرخ، يكون فيها مشكله، يكون فيها ليك، ونشوف الكاستر تيب بتاعتنا برضو والهاب. It is a mandatory process ان انت ايه تتشيك على الكاستر. طيب لو انا هدخل بلايند وما عنديش دوبلر، انا شفت عرفت الاناتومي بتاعي. دي طبعا انا بندخل بسيرنج عاديه الاول وبنشوف الفين، لان انا ما ينفعش ندخل بالتروكر بطريقه بلايند على طول. اول لان انا لو عملت كانيوليشن للارتري هنسحب السيرنج الصغيره 3 سم دي، ومش يعني حتى ممكن ما اعملش كومبريشن. انما لو دخلت بتروكا لازم كومبريشن وربع ساعه كومبريشن، هتبقى مشكله وهتلاقي الفين من الهيماتوما خلاص قفل مش هتعرف ترك. فالاوبشن ده احنا بنعملوه في دمنهور ان احنا بنأكسس الفين الاول بسيرنج
مجرد ان انا جبته بندخل جايدد بالتروكر عليه، يبقى داخل التيب بتاعتي بنخليها توصل مكان التيب بتاعت السرنج. وبعدين انا بنشوف لو هو السن على فكره بتاع السرنجه 3 سم، هو طوله 3 سم. لو انا داخل 2 سم يبقى ندخل 2 سم من التروكر، ما ينفعش ندخل 5 سم ونقول ان انا مش لاقي الفين. لو انا دخلت 3 سم ندخل 3 سم بالتروكر، التروكر ده حوالي 7 سم، فانا ممكن ايه ندخل مسافه زي اللي دخلتها. هتلاقي الفلو كويس ومفيش مشاكل، ومن غير ما نعمل بانكشر للارض، حتى كمان هنعمل كانيوليشن للجايد واير من غير ما نشيل الانديكيتور سيرنج الاولانيه عشان ما يتحركش التروكر. التايبز بتاعت الاساطر زي ما احنا عارفين، في اساطر عاديه وفي اساطر زي اللي احنا شايفينها دي اللي هي تريبل واي، بتنفع في الحالات اللي هي الادميتد عندنا دي اللي هي الكاف دي كاستر، وفي انواع تانية منها كتير يعني دي متوفره في الماركت. طيب الانسيرشن ابروتشز بتاعتنا، احنا ده مثال هنا عندنا الفين انترنال جاجولار فين وده السب كليفيان، ولو شفنا هنا الاكسترنال جاجولار اهو، وبيكملوا وبيدونا السوبر فينا كافا في الاخر. ده طبعا السنترال انترنال جاجولار ابروتش، ده السب كلافيكولار سب كليفيان، وده البوستيرور ابروتش، وده السوبرا كلافيكولار سب كليفيان، ده لو انترنال جاجولار ابروتش، ده الانومينيت فين ابروتش. طبعا احنا عارفين ان الانترنال جاجولار اللي هو الموست سيفست، لان هو ليه يعني كذا حاجه، اولا شورتست فين، وده دايركت واي تو ذا رايت اتريم اوف ذا هارت. لو شفنا زي كده الكاستر دي البرميكاس معانا كده، وشايفين داخله سموث على من الانترنال جاجولار على الرايت اتريم، حتى الاسطره لما بنشيلها بتبقى بالشكل ده، دي الليفت انترنال جاجولار بتبقى واخده دي الرايت انترنال جاجولار، هنلاقيها ايه سموز واخده كيرف واحد من فوق، انما الليفت انترنال جاكولر بنلاقيها واخده اكتر من كيرف، عشان كده بتعمل لي مشاكل كتير في الفين. والليفت انترنال جاكولر كانه سب كليفيان لانه بيشترك مع السب كليفيان في الانومينيت فين. والجايد لاينز بتقول لنا ان احنا نركب الانترنال جاكولر فين، لو احنا ما فيش انترنال جاكولر هندخل على الاكسترنال جاكولر فين، ما فيش اكسترنال جاجولار هندخل على الفيمورال، وبعد كده السب كليفيان، وبعد كده اللمبر. السب كليفيان طبعا الليست اكسبتابل لان مع الوقت بيحصل اكتر من 50% سنترال ستينوز. طيب الانترنال جاجولار هو برضو هنا ما قسموهاش انترنال جاجولار رايت ولا ليفت، واكسترنال جاجولار رايت ولا ليفت، فهو هنشوف دلوقتي في خلال كلامنا هنتطرق للموضوع. في كيس برزنتيشن برين ستورمنج كده ونحاول نفكر فيها مع بعض ونشوف الكومنتات، والدكتور كريم ان شاء الله يكلمني ويقول لي الاوت كوم. دي مريضه بتغسل عندنا 22 سنه اند ستيج اون ريجولار هيموداليس سينس 10 ييرز ثرو ليفت بريكيو كيفاليك ارتيريو فينس جرافت في دمنهور نفرولوجي ديبارتمنت. المين كومبلين ان في سوولن ليفت ارم وديفيكالت كانيوليشن اوف ذا جرافت، يعني في فينس هايبرتنش وفي كونجيشن اوف ليفت اكسترنال جاجولار فين والرايت ما فيهوش كونجيشن، وفي ابيرنس اوف كولاترال فين على الشيست والليفت ارم من ناحيه الليفت سايد. احيانا بيحصل مع الدياليسيس كمان في انكريزد فينس هايبرتنش. اخذنا الهيستوري بتاعها ان هي في بدايه الغسيل من 10 سنين ركبت رايت وليفت تمبوراري هيموداياليسيس كاستر انترنال في الانترنال جاجولار ابروتش من 10 سنين، وعملت رايت بريكيو كيفاليك فيستولا وفيلد، وهي حاليا على جرافت في الليفت بريك في الليفت بريكيو كيفاليك، وحاليا الامور ماشيه كويس، بس في فينس هايبرتنشن وفي فينس هايبرتنشن في بيعلى الفين، وفي كولاترال فينز على الليفت سايد اكسترنال جاجولار على الليفت سايد برضه كونجست. Your expectation ويور اكشن بلا. دكتور كريم مستأذنكم يا جماعة، يعني بس لو حد عايز يجاوب ممكن على الشات واحنا نبلغها الدكتور زهلون ان شاء الله. انا برضو عشان الصورة تبقى واضحة، دي مريضة بتغسل من 10 سنين وحاليا بتغسل من جرافت في الليفت ارم
ومعاه فينس هايبر تنشن وسولن ارت وفيها اكسترنال جاجولار فين كونجيشن وفيها دايليتد كولاترال فينز على الشيست وول من ناحيه الليفت سايد. وهي كانت في بدايه الغسيل كله خالص كانت مركبه استرتين، واحده ليفت وواحده رايت انترنال جاك. احنا هنكسبكت ايه موستلي؟ طبعا كان راي الجراح اللي انا باي ذا واي يعني الجراح ان هو اللي هو كان عاملها ان هو عايز يقفلها لان هي فيها من ضمن الحاجات هو كان اكسبكتد ان هي هاي اوت بوت فيستولا، فكان عايز يقفل الجرافت ويعمل فيستولا او يعمل جرافت في مكان تاني. حتى الآن يا دكتور زغلول الليفت نعم سبليفينس سينوزس اه ليفت سب كليفيان ستينوزيس طيب دكتور كريم في رأي تاني refer للبيشنت للانترفنشن راديولوجي for central venous dilatation plus or minus stenting. في رأي تاني mostly central venous stenosis requiring venography to clarify. طيب الله ينور، هي الامور كلها ماشيه برضو في ناحيه التفكير الصح، فالبرين ستورمنج كده عامل شغل كويس. اول حاجه احنا فكرنا فيها قبل ما نقفل الجرافت على اساس ان هي اوت بوت، احنا طبعا عملنا دوبلر وقسنا الفيستولا لقينا الفلو فيها يعني مش كتير، كان حوالي 900 ام ال بير مينيت. فالمهم برضو ده مش ليفل ان هو يعمل لي الفينس هايبر تنشن، فاحنا اكسبكتد من الهيستوري ان هي مركبه ليفت انترنال جاجولار. احنا عارفين هنا زي ما احنا شايفين الليفت انترنال جاجولار بيدخل مع زي ما احنا شايفين مع الليفت سب كليفيان وبيعمل الانومينيت، الانومينيت الليفت انومينيت طويل جدا لدرجه ان هو بيعتبر كونتينويشن للسب كليفيان. فبعتناها للانترفينشنال راديولوجي وعمل انتي جريد فيستولوجرام حقن ضاي عند الجرافت كده وشاف الامور ماشيه ازاي. زي ما حضراتكم شايفين ده الليفت انومينيت، شايفين في تايت ستينوزس في المكان ده، وحتى الضاي احنا شايفين الاكسترنال جاجولار عامل ازاي الانترنال جاجولار، وشايفين ده الهيمي ازجوس فين اللي احنا ما بنشوفوش خالص بدا يبقى دوميننت وكونجستد، وفي هنا كولاترال سيركليشنز كتير. فده طبعا كان اوبشن كويس ان احنا لو عملنا بالون دايلاتيشن وستنتنج ده ممكن يحل المشكله والامور تبقى كويسه. فاللي حصل بعد كده ان هو دخل ببالون دايلاتيشن وعمل توسيع زي ما احنا شايفين البالون كده، ودي الاستينوزيس اللي احنا شايفين برضو نزل ده بس. بعد ما حقن الداي طبعا معلش انا نسيت ان نعمل انيميشن للمسج دي، فطبعا الاكسترنال جاجولار زي ما احنا شايفين هو ده بوست بروسيديور، ما عادش فيه اكسترنال جاجولار، ما عادش فيه هيمي ازيبوس، والارم سيفت طبعا ما حطش ستنت لان للاسف الكوست كانت حوالي 18000 لحد دلوقتي او 20000، لو كان هيحط ستنت كانت هتوصل اب تو 30000. فاحنا ما عملناش، وعلى فكره ان هي شغاله بقى لها حوالي 5 سنين بالوضع ده وبتعمل انيوال فيستولوجرام معاه، اخر مره كانت من حوالي اسبوعين والامور كويسه الحمد لله. ماي مسج هنا في الكيس دي ان احنا نافويد كاسترايزيشن اوف ليفت انترنال جاجولار as possible as you can، ودي حاجه. تاني حاجه ان احنا بنتعامل مع الليفت انترنال جاجولار كانه ليفت سب كليفي، غير كده ان احنا لما يبقى عندي فيستولا فيها مشكله ان ريفير للانترفينشن الراديولوجي هيعمل فيستول جراب ممكن تتحل المشكله ونسيف الارم ده. طيب لو انا دلوقتي عندي لقيت ان انا الانترنال جاجولار الاثنين انترنال جاجولار اوبستراكت، شوف ايه الالترناتيف. دي بيبر انا نشرها في مع اساتذتنا في جامعه المنوفيه اللي هي الشرف، على ستادي الترناتيف ابروتش في الناس اللي معاهم بايلاترال انترنال جاجولار فين اوبستراكشن.
وعملنا الجوريزم ومنشور في الجورنال اوف فاسكولار اكسس اللي هو ده منهور الجوريزم. لو انا عندي بايلاترال انترنال جاجولار فين اوبستراكشن هنعمل ايه؟ اول حاجه هنتشيك الاكسترنال جاجولار فينز. لو انا لقيت الاكسترنال جاجولار فينز، هي مش اي اكسترنال جاجولار فين هتركب فيه، لازم يكون اكتر من 5 ملم وابارنت ليا او بالدوبلر، ماشي؟ فانا هنعمل تراي. لو التراي سكسيدت خلاص، لو فيلد او انا لقيته اقل من 5 سنتي مش هينفع اركب فيه. الاوبشن بتاعي ان انا نتشيك اللو انترنال جاجلر او النومينيت فين ابروتش، وهوريكو كيس ليه دلوقتي برضو. لو انا سكسيدت خلاص، لو انا فيلد هنعمل ايه؟ هنتشيك السب كليفيان فينز. برضو السب كليفيان فينز مش هندخل عليه على طول. او السب كليفيان فينز لقيناها بيتنت ونو هوب فور ارتيريو فينس فيستو لو جرافت في الارم ده، هنتراي السب كليفيان فين. لو تمام خلاص، لو فيلد او هو من الاول بيتنت وفي بلان ان يعمل فيستولا او جرافت، هنبروسيد للخطوه الثانيه نتشيك الفيمورال فينز. فيمورال فينز بيتنت تراي الفيمورال فين ابروتش، اف سكسيدد اوكي، اف فيلد او اف اكلودد من الاول هنتشيك الاكسترنال ايلياك فينز. اكسترنال ايلياك فينز لو بيتنت هنعمل ترايل، لو سكسيدت اوكي، لو فيل او هي ثرومبوزد من الاول اكلودد، هنبقى طبعا في وضع حرج بالنسبه لنا كنفرولوجيست لحد دلوقتي. هنبدا ناسس الايجنت انديكيشن اوف دياليسيس للمريض ده، لان انا كده عندي سنترال ابر سوبر فينا كافا ولور برضو الدنيا فيلد معايا. هنعمل ايه؟ سواء فيمورال او اكسترنال ايلياك او كل الابروتشز فوق. العيان هنتشيك الاستيتس بتاعته محتاج ايرجنت انديكيشنز ولا لا. لو البيشنت بتاعي نو ايرجنت انديكيشن لدياليسيس، طبعا هنريفير للانترفينشنال راديولوجي. طب لو في ايرجنت انديكيشن لدياليسيس، هنتراي ريتروجريد فيمورال ابروتش. وريتروجريد فيمورال ابروتش ده هوريكم كيس ليه برضو معانا النهارده. دي حالات هي كيس سيريز لحالات متركبه اكسترنال جاجلر معاهم الليفت الرايت انترنال جاجلر مقفول، وفي حالات اللي هو بوس انترنال جاجلر، ودي بتتركب بسهوله جدا. احنا عندنا الفين ده متركب اهوت، احنا شايفينه بلايند كده متركب من غير الترا ساوند جايدد، وبنركبه عشان نطمن ان القسطره شغاله كويس، وان العيان لو في ارجنت سيتويشن بان احنا بنعمل له دياليسيس، وفي نفس الوقت ان احنا دي الاكس راي بتاعته، ودي الاكس راي لما عملناها ريبليسمنت على قسطره مستديمه. اكسترنال جاجولار ابروتش ده بيحل مشاكل كتير جدا. تاني حاجه اللي هو اللو انترنال جاجولار او الانومينيت فين ابروتش، ده ليه بيبر موجوده كويسه لو احنا برضو نحب نقرا عليه شويه. وده الحاجه الغريبه اللي انا قريتها برضو، ان ده من السيفست ابروتش، فممكن نتراي اللو انترنال جاجولار ابروتش لو انا ما فيش انترنال جاجولار ولا في اكسترنال جاجولار معانا. وده حاله عندنا متركبه هي حضراتكم برضو، حاله كانت متحوله لنا بي دي وما فيش اي فاسكولار اكسس ليها ومحتاجه ايرجنت دياليسيز، وكان الدوبلر مطلع ثرومبوز سبوس انترنال جاجولار سب كليفيان فيمورال فين والالياك فينز، ودخلنا لها احنا بندخل في اللو في التراينجل بسايد اللاترال هيد من التراينجل من البيز بتاعته، وممكن ندخل دوبلر جايدد او ندخل بلايند على سيرنج. وبرضه بدعوكم ان انتوا تقروا لو انترنال جاجولار فين ابروتش، ودي البلين اكس راي لل في حاله قبل كده اتنشرت على الاكونت بتاع الجمعيه، ان هي النيد فور حاله عند الدكتوره سمر، قالت ان في حاله عندها محتاجه urgent indication انها تركب قسطره. فدي 57 years old female in the stage of regular hemodialysis with poor vascular access and no hemodialysis since 1 week ومعاها exhausted both arm from multiple arteriovenous fistula failed left femoral arteriovenous fistula and thrombosed left femoral and external iliac veins
thrombosed bilateral internal jugular subclavian right femoral and the central venous obstruction ومعاها non-functioning right subclavian cast. Your expectation, your action plan. يعني هي الكيس النيد فور ارجنت داياليسيس وعامله فيستولا خلاص في ايديها الاثنين ومعاها الانترنال جاجولار والسوبيرو فينا كافا اوبستراكتد ومعاها ليف فيلد ليفت فيمورال فيستولا ومعاها ليفت فيمورال وليفت اكسترنال الياك ثرومبوزس والرايت فيمورال ثرومبوز. هي البيشنت لو في اي افكار برضو خلونا نفكر كده مع بعض قبل ما نكملوا الحاله. ترانس لامبر ابروتش، ترانس لامبر الكيت بتاعته مش موجوده في مصر اصلا وانا ما شفتش حد بيركبه ولا اي حد انترفينشن نفرولوجي اعرف معظمهم ما شفتش حد ركبه. ترانس هيباتيك ابروتش، ممكن ترانس هيباتيك ابروتش. اكسترنال جاجلر، لا ما هو فوق مقفول كله ومعاه سوبيرو فينا كافا اوبستراكشن. لو ابروتش انترنال جاجلر اور ترانس، لو ابروتش انترنال جاجلر. ما هو فوق مقفول. في حاجه تانية هو دكتور كريم، هي المشكله في حاجه لما بتجي لنا حاله زي دي احنا بنفكر في الفاينانس. هو اسهل حاجه ان احنا نحولها للانترفينشنال راديولوجي، بس انترفينشنال راديولوجي اون برايفت بيزيس اتليست طبعا 10,000. بالظبط. المريضة برضو كانت يوم برضو ما كانش فيه شغل على ما اعتقد، كان يوم اجازة ومحتاجة ارجنت دياليسيس برضو. فاحنا عملنا ايه اول حاجة بكل الاوبشنز دي اللي لقيناه بيتنت فيها الوحيد الرايت اكسترنال ايليا. طبعا احنا مسج دي بنوجهها لاخواتنا كلهم قبل، لما بنلاقي حالة كده وارجنت دياليسيس، احنا عندنا النيرسينج ستاف دي حاله تانية على فكره بيشوفوا كولاترال فينز، يعني الحاله دي مركب لها الانفلو في الرايت اكسترنال جاجولار لان هي معاها سوبيرو فينا كافا اوبستراكشن، فبتلاقي الاكسترنال جاجولار كونجستد لدرجه ان هو بيشغل الماشين على 300 والاوت فلو حاطينه في كولاترال فينز على البريست زي ما احنا شايفين. فريلي ان الدياليسز نيرسينج ستاف ده بيعمل يعني بيحل مشاكل كتير عندنا، وعندنا مثلا 8 كيسز بيشتغلوا من كولاترال فينز. فاحنا اول حاجه نفكر فيها الحاله دي على فكره كانت ريفيرد من تبع الجمعيه في القاهره عشان ايرجنت دياليسيز واتحلت المشكله بطريقه بسيطه كده. ودي طبعا عملنا لها تو سليت سيشنز وفايف، كل جلسه كانت 5 ساعات والتر فلتريشن 2.5 كي جي. الحالة دي احنا ركبنا لها طبعا كان الاوبشن قدامنا الوحيد ان احنا ركب لها رايت اكسترنال ايلياك ابروتش، وبنخلي البيشنت في الانتي تريند لين بيرج بوزيشن عشان يبقى فيه كونجيشن في اللور هاف، وبندخل من هنا دي الامبلايكاس وادي الهيد بتاعت البيشنت وهنا اللور لين، وبنعمل التراك على الابدومين كانه سي بي دي كاستر، والكاستر هنا اللي بتستخدم 55 سم، وده البلين اكس راي والبيشنت في السوباين بوزيشن. البلين اكس راي احنا شايفين هنا من التانل وماشي كده وطالعه فوق عند الاتريوكيفال انجل ده طبعا، وهي واقفه ستاندنج هتشوفها طبعا هتقول ان القسطره كينجد، هي مش كينجد انما ده اللاترال بوزيشن. شايفين هنا الامبلايكس والقسطره بتنزل على هنا الاكسترنال الياك وبتمشي على الابدومين تحت على الفيرتبرال كولوم لحد ما توصل كده. والحمد لله القسطره جسلت. هو هنكمل الكيس دي في الاخر في المال فانكشن. كيس ثانيه برضو 40 years old female patient was on CABD due to no vascular access in our department. Now she was in hemodialysis through right nominate vein caster for 1 year due to adhesions في البروتونيال كافيتي. فاحنا ركبنا لها بقالها سنه بتغسل من الرايت انومينيت فين ابروتش. Currently the caster was removed due to resistant line sepsis.
ودي كان كل الفينز كلها حتى الاثنين اكسترنال ايلياك مقفولين. الحل بتاعنا ان احنا عملنا لها ريفير للانترفينشن راديولوجي، ودي شكل الترانس هيباتيك كاست، وغسلت بيها يعني مده طويله ومفيش مشاكل. فبرضو ان احنا لما بنلاقي الكيسز دي ممكن تكون مش على مستوانا كلنا، بس لازم، لان احنا بنقابل المرضى دول. الكيس 4 اند ستيج رينال ديزيز اور ريجولار هيموداياليسيس فور انسيرشن ريفيرد فور انسيرشن اوف سنترال فينس كاستر اند ارجنت هيموداياليسيس ديو تو فيلد فور ارتيريو فينس فيستولا اند مالتيبل سنترال فينس كاستر. الدوبلر كان مطلع لنا ثرومبوزس وبايلاترال انترنال جاجلر سب كليفيان فيمورال اند ايلياك فينز، والبيشنت محتاجه ارجنت دايالسيس. طبعا هنبدا نفكر ان احنا ريفير للانترفينشنال راديولوجي، بس لما العيان بيبقى محتاج ارجنت دايالسيس عشان نوفر له فند ونوفر له ترتيب مع الانترفينشنال راديولوجي، فبتبقى الامور صعبه. فالحالات دي احنا عملنا كيس سيريز ونشرناها، اللي هي ريتروجريد فيمورال فين كاستر انسيرشن ابروتش. بدل ما بنركب الفيمورال طالع في الالياك، لا احنا بنركبه نازل للبوبليتيال زي ما احنا شايفين، ودي منشوره في الجورنال اوف فاسكولار اكسس از ا كيس سيريز، واعتبروها از ا نيو ابروتش فور تشالنجنج هيموداياليسيس فاسكولار اكسس. دي برضو احنا بنخلي البيشنت في الاندلينبرج بوزيشن عشان نعمل كونجيشن تحت، وبندخل انا دايركت تحت. طبعا تحت هنا في الصوره دي الفوت، وهنا الهيد اوف ذا بيشنت، وبندخل زي ما احنا شايفين كده على انديكيتور سيرنج وبنكمل بيها وبنركب القسطره. وعندنا زي ما احنا شايفين المريضه دي كانت مريضه سي اي بي دي وفيها قسطره السي اي بي دي، والقسطره الريترو جريد راكبه تحت اهيت فيمورال. لو هي فيمورال عاديه كنت هتلاقيها طالعه لفوق، بس هي راكبه تحت هنا، والعيانه بتعمل دياليسز وسيفدي يعني لحد ما اتحلت مشكله البريتونيال كافيتي البريتونيال دياليسز. ودي كيس سيريز لحالات متركبه عندنا ريتروجريد فيمورال ابروتش، اللي هي منشوره في الجورنال اوف فاسكولار اكس. فبرضو انت المفروض الانوفيشن بيخليك ان انت قدامك عيان عايز يغسل ومحتاج ايرجنت انديكيشن. دي عملت لها فيستلوجرام حقنت فيها داي وشفت الفلو بتاعها، وطالع في الكولاترال فينز من الديب فينس سيستم وطالع في السوبرفيشال سيستم. الكاستر تيب طبعا احنا لو اتكلمنا دلوقتي على القسطره، لو انا هركب قسطره مستديمه، في عندنا في الرايت سايد اوف ذا نيك، وفي في الليفت سايد، وفي في اللور هاف اوف ذا بادي. لو احنا هنركب رايت انترنال جاجلر ممكن نركب 24 او 28 سم، والفرنش يبقى ما يقلش عن 14. لو احنا هنركب في الليفت ما ينفعش اركب 24 سم، لانها مش هتوصل للتب بتاعتها، هتبقى مش في الرايت اتريا، فبنركب 28 او 32. طيب لو هننزل تحت، احنا المفروض لو انا هركب الاسطره فيمورال او اكسترنال ايليا، المفروض التارجت بتاع التب بتاعتي في الاتريو كيفال انجل، فهنحتاج قسطره طويله. الرايت سايد بتبقى شورت عن الليفت سايد، فالرايت سايد ممكن نستخدم 36 او 42 او 55 على حسب الطول بتاع المريض. لو انا هركب ليفت لازم 55 سم. وبعدين احنا كمان غير كده لازم يبقى فرنش، يعني القسطره واسعه، لان كل ما بيزيد الطول لازم تبقى القسطره اوسع. ما ينفعش نعمل بفرنش صغير قسطره طويله، لانها هتبقى في ريزيستنت مع البامب بتاعت الماشين. لو انا هركب قسطرة عادية هركب على الرايت 15 سنتي، هركب على الليفت المفروض 20 سنتي، لو هركب فيمورال 20 او 25 سنتي. والفرنش بتاعنا زي ما بنقول كل ما بيزيد اللينس بتاع القسطرة كل ما بيزيد الديامتر بتاعها، ودي الديفرنت ابروتشز معاه. طيب لو انا هركب قسطرة مستديمة معايا قسطرة، طيب التيب بتاعتها هنحددها ازاي؟ هنرسمها، هندخل منين؟ هندخل من عند تحت الكلافيكل بقد ايه؟ فاحنا في حاجه بسيطه خالص. طبعا انا هنحدد الاول، هنشوف اللور اند والابر اند بتاعت الاسترنال، وناخد الميد استرنال بوينت. الميد استرنال بوينت دي بتنديكيت سنتر اوف رايت اتريا. وهنشوف كده، هنحط القسطره ونخلي التيب بتاعتها في السنتر اوف ذا استرنال،
وهنرسم القسطره ويبقى هنا الاكزيت سايد بتاعي. طيب لو انا في ميل وفيها البريست ويت بتاعها كبير، هنحاول ندخل القسطره جوه 2 سم زياده، بحيث ان هي لما تقف والبريست ويت يشد القسطره يبقى القسطره التيب بتاعتها هنا، لان لو انا خليتها نورمال زي الميل هيحصل حاجه اسمها كاستر تيب ريتراكشن، تلاقي القسطره طلعت في السوبر فينا كافا وتبقى مال فانكشن. ودي زي ما هنشوف كده، وده القسطره بتاعتنا التوب بتاعتها كويسه والتيب في السنتر اوف رايت اتريوم، والاحسن طبعا ان انا نركب بفلوروسكوب يجايد التيب بتاعتي فين، وده كان عندنا في فتره استخدمناها في دمنهور. طبعا التوب بتاعت القسطره ما تبقاش كينكت زي كده، لان هيحصل كاستر مال فانكشن، يبقى كده كيرفد من هنا، فما ناخدش الكيرف بتاعي اكيوت، لازم يبقى ايه وايد انجل. لو انا هركب الياك التيب بتاعتي عند الزيف استرنال او عند الزيفويد تحت في الـ هنا الدايركشن بتاعي بيبقى ممكن نخليها تحت دايركت اللي تحت عشان ما ينزلش فيها فلويدز فوق في التانل تعمل لي تانل انفكشن. طيب في طريقه كويسه لخياطه القساطر ممكن كلنا ما بنهتمش بيها، انا عملت لها برزنتيشن في اكتر من مكان ممكن يكون حضراتكم شفتوها، ودي انا عملت لها برزنتيشن في الورلد كونجرس 2011 از بوستر برزنتيشن. الفكره ان احنا نخيط القسطره ازاي، خليني نفكر دي لو انا عملت السكيم بتاع النك كانه الالاستيك بانداج دي، وهنحاول نشدها كده نعمل استريتش عليها ماشي، وهناخد هنتخيل ان انا عندي قسطره هنا انترنال جاجولار بالشكل ده واقفه فوق، ومخيط انا القسطره من فوق لتحت في الناحيتين، وهناخدها مره نخيطها من سايد تو سايد كده، وهنشد كاني بنعمل بنحرك رقبه المريض يمين وشمال. اني كده ناخد الجزء ده ونكبره شويه، هنا ما فيش اي ستريتش زي ما حضراتكم شايفين، ما فيش اي تنشن على الغرز. طيب لو كبرنا دي كده شايفين التنشن اللي في الغرز، فبالتالي دي هتعمل ستريتش او هتعمل سيفير بين مع الموفمنت اوف ذا نيك، ودي هنشوف هنا لو احنا القسطره مخيطينها سايد تو سايد والعيان بيحرك رقبته هيحصل سيفير بين معاه، انما لو مخيطينها من فوق لتحت هيحرك رقبته يمين وشمال ما فيهاش مشاكل. فانا بنبروبوز او بقترح، مش هريكومند لان انا ما وصلتش للريكومنديشنز، فانا بقترح وده احنا مجربينه ان احنا نخيط القسطره تبقى من فوق التيب بتاعتها من فوق لتحت، ناخدها كده وتبقى بارلل للقسطره، ما ناخدهاش سايد تو سايد، ده في الانترنال جاجولار زي ما احنا شايفين هنا ما فيش اي تنشن عليه، انما لو في مورال هناخدها سايد تو سايد. ليه؟ لان اللاين اوف موفمنت هنا مختلف بيربنديكولار على اللايف على اللاين اوف موفمنت اوف ذا نيك. دي برضو كيس ثانيه اهيت متخيطه بارلل للكاستر، لو سابك ليفيان هناخدها بارلل للكاستر برضو. وبرضو ما تنساش وانت بتقطع الاستيتش بتاعك تبقى بعيد من القسطره، لان احيانا ممكن بتقطع والمشرط متجه للقسطره تقطع القسطره. طبعا عشان البوست انسيرشن بليدنج لو حالات جات لنا احنا ممكن ايه نعمل بيرس سترينج سوتشر، لو حاله احنا مركبينها بدل ما نشيل القسطره نعمل البيرس سترينج سوتشر دي حوالين القسطره لو القسطره لسه متركبه ومفيش اكزيت سايت انفكشن فيها، نسيف المكان، لان احيانا وارد واحنا في زحمه الشغل نلاقي المشرط توسع المكان شويه، فدي بيرس سترينج سوتش. الرول اوف انترفينشنال راديولوجي دي اخر كيس هنتكلم عليها، دي مريضه جايه لنا معاها سوولن، هي عامله فيستولا في الرايت ارم والارم كله سوولن اكيوت، ومش عارفين لدرجه ان احنا نعمل لها كانيوليشن من كتر الإديمة اللي حصلت من الكلام ده من 4 اسابيع. فطبعا في دايليتد فينز على الشيست زي ما احنا شايفين الدايليما بتاعتنا، زي ما احنا شايفين كده هنتكلم لو احنا عشان الاكسبكتيشن انا اكسبكتد ان في سنترال فينس اوبستراكشن وعملت ريفير للانترفينشنال راديولوجي. طبعا الانترفينشنال راديولوجي لا زي ما احنا شايفين هنا في ستينوزيس في ال دومينيت فين ودخل ببالون دايلاتيشن،
وبجايد واير الاول وبعد كده بالون دايلاتيشن، وعمل بالون دايلاتيشن. شايفين لما ايه بعد البالون دايلاتيشن بوست بروسيديور لقينا ايه الفين والكولاترال فينز كلها اختفت بتاعتنا، وفي خلال تاني يوم بالظبط كانت الايديما ريزولفت والفيستولا سيفت والمريضه غسلت منها بدل ما نقفلها والحاجات دي كلها. وطبعا بشكر الجمعيه المصريه لرعايه مرضى الكلى برئاسه الدكتوره اميره. طبعا التكلفه بتاعت دي كده كانت وصلت ل 28,000، والحمد لله الجمعيه فريلي دفعت التكلفه للمريض. طبعا عشان نمينيمايز الكومبليكيشنز لازم نعمل نستخدم دوبلر، او ان احنا ايه ندخل بالطريقه بتاعتنا البلايند بتاعتنا، ودي ان يوموثوركس عشان نمينيمايز الاير امبوليزم، ان احنا لازم المريض بتاعنا لو دي هيدريتد يبقى في التريندلين بيرج بوزيشن. الاخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي لو انا جاي لي قسطره دلوقتي فيها مال فانكشن، اهم حاجه في المال فانكشن بتاعت الاساطير يا جماعه وخاصه الاساطير المستديمه ان احنا نبريفنت من الاول. في حاجه رول اوف 3 تي، رول اوف 3 تي ده هنشوف التي الاولانيه يعني التيب بتاعتي لازم تبقى في الايديال بوزيشن، التي الثانيه التوب بتاعتي لازم تبقى سموز وكيرف، التيب الثالثه التاج ده ان انا بحط السيرنج في القسطره وبنسحب نيجاتيف بريشر والكلامب مقفول. اول ما بنفتح الكلامب المفروض السرنجه تتملى في ثانيه، لا كده هتبقى دي بتريزمبل از ايه البامب ساكشن بتاع الدياليس. فبالتالي لو انا عملت التيب والتوب والتاج اثناء التركيب والامور كويسه ان شاء الله مش هلاقي مال فانكشن. طيب لو انا جالي مال فانكشن، الثلاثه الاساسيين بتوعي يا اما الكوزز بتوعي مال بوزيشن، يا اما في كلوت، يا اما في فايبرينشيز. طيب الجوريزم بسيط كده خلينا ايه كلنا نعمله. في بلاوج دلوقتي في مريض مركب قسطره مستديمه والعيان ده القسطره مش شغاله، ماشي. اول حاجه هنعملها اي بي سي ان احنا نعمل بلين اكس راي، هنشوف فيها التيب موجوده في مكانها ولا لا، والتيب في كينك في القسطره ولا لا، او يكون حصل مايجريشن للتيب، القسطره اتحركت من مكانها، واحيانا القسطره بتتشد من بره للتانل بتاعها، تلاقي القسطره بدل ما هي في السوبر فينا كافا تبقى بدل ما هي في التيب اوف رايت اتريوم هتلاقيها في السوبر فينا كافا. فديت احنا بنعمل لها ريبوزيشن. افترضنا ان الاكس راي نورمال وما فيهاش مشاكل، هنعمل حاجه بسيطه انا كدكتور انا اللي نعملها، هنعمل فلاش للقسطره. يعني هنسحب السيرنج من الاحمر والازرق ونرجع. هيبقى في احتمال من اتنين، يا اما هنلاقي القسطره تاخد كويس وما بتسحبش، بتاخد معناها ان هي مش كلوتد مش اوبستراكت، وما بتسحبش دي معناها فايبرين شيز. افترضنا القسطره ما بتاخدش، وبعدين انا مش هعمل بوشنج لا ده انا جنتلي كده، يعني عشان لو فيها ثرومبس ما تبقاش ديسلوج. لو القسطره ما بتاخدش اصلا ده معناها ان في كاستر كلوت، لان هو الاكس راي طلعت ما فيش كينج، فيبقى اليومين فيه مشكله، فيبقى انا هنسحب بالسيرنج، سحبت معايا خلاص يبقى مش كلوت، ما سحبتش سحبت معايا هنحاول ايه ندي فلاشنج فيها، اخدت بس ما سحبتش تاني يبقى فايبرين شيز، يبقى احنا ايه الكلوت مش هتاخد خالص، الفرق الفايبرين شيز هنحقن بس مش هتسحب معايا. فبالتالي كده نبقى انا ايه فرقت بين الكينج وبين الكلوت وبين الفايبر شيز. الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها اللي كانت ريفيرد على الاكونت بتاع الجمعيه بعد ثلاث وركبنا لها رايت اكسترنال ايلياك، بعد ثلاث اسابيع الحاله القسطره بلغونا ان القسطره مش شغاله، عملنا بلين اكس راي، الاكس راي كونفيرمد ان الكاستر تيب في مكان. طيب الست زي ما احنا شايفين فيري اوبيز، القسطره كانت بتاخد وما فيهاش مشاكل، القسطره اول ما وصلت لنا عملنا ترايل ان احنا نسحب ودخلناه على الدياليس الماشين اشتغلت كويس. فهي الفكره ان احنا لو مركبين قسطره اي في سي بنخلي المريض في الليفت لاترال بوزيشن زي ما احنا شايفين كده عشان نخلي الويت بتاع الابدومين نازل بعيد عن الاي في سي او سيم سيتنج. اول ما عملناها كده
القسطرة اشتغلت والأمور تمام. بعد 3 أسابيع تانيين القسطرة برضو مش شغالة، القسطرة بتاخد كويس بس ما بتسحبش. فعملنا الإكس راي، الإكس راي كونفيرمد إن الدنيا كويسة، هي بتاخد بس ما بتسحبش، فاكسبكتد إن هي فيها فايبرين شيز. عشان الفايبرين شيز إحنا بنعمل حاجة اسمها فايبر شيز ستريبنج، فعملنا ستريبنج لها والقسطرة اشتغلت على البامب 300، والكلام ده كان الأسبوع اللي فات، والمفروض إن هي رجعت وشغالة. فطريقة التفكير في المال فانكشن ده ممكن إيه يريحني في الأمور كلها. ودي السيستم اللي احنا بنسجل عليه الحالات في دمنهور عندنا، احنا عاملين حاجة اسمها اتش دي كاس بروجرام، كل المريض وكل مريض بيتسجل الكاركتر هيستوري بتاعه، الأساطر اللي ركبها، وكل قسطرة فيها كل اللي احنا عايزينه عنها. فأنا الهوم اللي أنا عايز أوصل لها إن احنا عشان الاوبتيمال هيمو داياليسيس فاسكولار اكسس كير، ان احنا يبقى عندنا بري داياليسيس كير، ان احنا امبروف تريننج اوف ذا فاسكولار اكسس سيرجن، لان برضو لو هو اختار الاوبشن كويس من الاول هتبقى تمام. وايد سبريد امبلمنتيشن اوف كافد هيمو داياليسيس كاستر في انسيدنت بيشنت، اي مريض جاي جديد نركب له قسطره كافد كاستر من الاول، هنسيف الانترنال جاجولار بتاعه، والهيمو داياليسيس اكسس كل 3 شهور زي الجايد لاينز ما بتركمند، مش نسيب العيان بدون اي فولو اب، ون امبلمنت الانترفينشنال نيفرولوجي وراديولوجي تيم مع بعض. وشكرا لحضراتكم، وطولت عليكم معذره، شكرا. Thank you.